السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خاوتي حبينا نور لكم غروب الشمس من مدينة لار شفارتسفالد. خاوتي وحدة منظيرة راهي، الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم خاوتي جمعة مباركة، وإن شاء الله تكونوا لاباس صحة جيدة انتوما والعائلة، ربي يحميكم ويحفظكم. الجامعة تاع الأتراك ها وليك، على كل عام مشيت الجامعة تاع الأتراك، جامعة تاع سيدي ربي، اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. وغروب الشمس خاوتي راه الله يبارك ما شاء الله، وحدة منظيرة راهي هايلة، اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي قعدوا معنا، رانا نتمشاو في حديقة من الحدائق تاع لار شفارتسفالد، وراه المغرب نفحت لي نمشي شوية، الهوا راه مقيزين وغروب الشمس راه هايل. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، بيرسوناليتي فيديل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. رابح بن محمد ألمانيا تاع الأمنية تاعي نزور ألمانيا، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله وتجي تزور ألمانيا، وربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله، وكاع أي واحد إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى إن شاء الله. عمار بالركلة في بالي خاصني نعطيها، أو لازم تعطيها بصح لازم تحسب لها مليح أوليدي، حسب لها مليح، كي تعطيها لازم رضا الوالدين، ولازم لغة، وتعلم لغة أومو إنجليزية، تعلم أومو حرفة. المهم ربي يعطيكم ما تمنى وربي يحفظكم. هنا كاين لحمام ثاني صح ممنوع واحد يمد لهم الأكل، شوفوا المنظر شا خاوتي كيما راح نصور لكم، ما راحش تقدر تشوف، ما راحش تقدر تيماجيني كيفاش راهي تمنظيرة. وهذه خاوتي هذه راك تشوفوا فيها، هذه كاع دايرين الرمل هنا يا خاوتي، وهذا خاوتي الماء يولي يدور. الماء هذا واش يدير؟ راك تشوفوا هذا الماء، هذا الماء كاين تيوات، شوف بالماشينه كاين شحال من تيو يدخل لهنايا ويولي الماء يدور هنايا، والماء يطيح على الرمل، واش يدير الرمل للماء؟ ينقيه ويعاود يخرج الماء، معناتها الماء الرمل ينقي الماء، راكم فاهمين. هذيك هنايا البط دوكا راهم الوقت تاع باش يدخلوا لديارهم، دايرين هنايا بون ثاني في الوسط هنايا، وشوفوا هذاك البون اللي خادمينو اللي هيك اخوتي، الله يبارك. صلوا على النبي تربحوا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي المره اللي فاتت كنت درت لكم واحد اللايف، وقلت لكم على انسان اللي حاب يشري الطوموبيلات لخاوته، قلت لكم انايا خاطيني، معناتها خاوتي سمع من الاخر، كان بزاف اللي قال لي انت ثاني وقرحت ولي سمسار، انا والله وتعطيني 10000 اورو ما نشري لك، معناتها تسمى من الاخر، يمكن نقدر خاوتي نعطيكم كي شغل يا ربي معلومات، نعطيكم حوايج اللي ما يقدرش يكلخوا لكم فيها، بصح باه نشري لك مثلا اخويا العزيز ما نقدرش نشري لك، باسكو ما عندي الوقت، ما عندي الخاطر، ما عندي روح المسؤوليه باش نقعد انايا نشري لكم بعدها نولي في المشاكل. قلت لهم هذاك النهار، قلت لكم كاين خاوتي ناس راهم يجيو يشرطوا نوبيات موان تروازون وراهم يكلخو لهم،
راهم يكلخولهم يبيعوا طوموبيلات تاع الكريا. كاين عباد هنا داير ليزينغ، ليزينغ واش حاب يقول خاوتي؟ يروح يكري طوموبيل عام عامين 300 400 اورو في الشهر، في عوض ما يشري وحده ويقعد يكري. وشنو؟ كي يشوف واحد جاي من البلاد مسكين ما يعرفش، يكلخ له واش يدير له؟ يبيع له ذيك الطوموبيل، يدير له الكوارط يبيعها له. ومن بعد هذاك مسكين اللي جاي من الجزائر ما يعرفش يديها، يجي هابط بها، كي يوصل لمارسي ما يقدرش يخرج بها، تولي له في المشاكل وتولي له من ومن هيه. هذه برك حبيت نقولها لخاوتي سما باش ما تقولوش ما راهش يقول لنا ولا راه يكذب علينا ولا. وقلت لكم انايا ما نقدرش نشري، معناتها تسمى انا واش قلت لكم؟ هذاك قلت لكم اللي راه حاب يجي يشري يشوف كاش واحد وليد حومته، يشوف واحد صاحبه حبيبه، ما يجيش يشري هكذاك شغل هكذا على باليش انا كيفه. ما يجيش يشري شغل هو ما على بالوش ويجي يشري، تلقى شي طوموبيل ب 40000 اورو 35000، ومن بعد يكلخو لك يدو لك 700 800 مليون وتقعد فمك محلول. كي قلت لكم هذاك النهار شوفوا كاش واحد اللي يخدم الطوموبيلات يكون كونفيونس وتعطوا له حقه تهضروا معاه. كاين اللي تعطي له حقه مينيموم، قلت لك مينيموم مينيموم تعطي له 200 اورو مينيموم. قلت لكم كاين عباد نعرفو هنايا هنا ب 500 اورو. كاين اللي قال لي خطره 500 اورو طبيب نتايا يا ماشي انا يا البهيم ماشي انا، انا تعطي لي 200 مليون ما نشريلكش، ما عنديش الخاطر وما عنديش الوقت. وقلت لك روح المسؤوليه ما عنديش تاع انايا نقعد داير ندور بيك وثلاث ايام وانا ندور بيك ونحوس بيك وطلع من باسكو. كاين عباد على بالوها جاي يشري خبزه، على بالوك شغل نروح لالمان ندير فيزا نطلع نروح نشري خبزه ونجي. يا ودي طوموبيل تشوفها تعجبك تسوقها تسييها ومن بعد تعطي له الدراهم، والدراهم ما تعطيلوش اسباس، الدراهم لازم تعطي له من الكونت للكونت، ومن الكونت للكونت تقعد مينيموم ثلاث ايام. راك فاهم خويا العزيز واختي العزيزه؟ معناتها سما انت اش هذا الانسان اللي جاء عندك وانت تقعد ثلاث ايام ولا اربع ايام وهو معاك وتدور به انت؟ انا ما عنديش الوقت، انا 500 اورو تاعك ما عندي ما ندير بها، ولا 200 اورو نعاون خاوتي. قلت لك بالمعلومات باطل، وكاين ناس جاوا شراو من الالمان منا وعاونتهم في سبيل الله، صدق على بابا ويما خويا خالد الله يرحمهم. معناتها ما نحتاجش دراهمك. بصح انا برك عقبت على الكلام تاع العباد النيجاتيف اللي ما نحبهمش انا، هو ديجا نيجاتيف ونقولوا انا ما تدورش ما تشوفش فيديوهاتي هكذاك، ويجوا يشوفوا فيديوهاتك ويعلقوا لك التعليق السلبي. المهم الله يجيب لي فيها الخير وربي يحفظكم ويحميكم. هاي البطه الزينه، تحيه كاع لكم خاوتي وين ما كنتو. انا هذا غروب الشمس هذا عجبني، شوف شوف منا تقول راهي شوف نايبه كيفاش راهي الدعوه خاوتي. وهذا الوقت هذا ما شاء الله. هاوليك الجامع، هاو الجامع خاوتي، وهاي ديك غروب الشمس منا شوف. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اولاد بن سعيد بالغيث من تندوف، تحيه لك خويا وتحيه الناس تندوف. نونو بايده روعه. سيدو سيد تحيه لك بني صاف ربي يحفظك. يا سيد مرابط الزول دو بجايه، الزول فلاك مستمر، تحيه لك وتحيه الناس بجايه ربي يحفظكم ويعطيكم الخير وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. هذه كاع غابه خاوتي لا داخل الحديقه، قلت لكم راهي معاه واسمو. تقدر تهبط تمشي حتى لتحتها، تقدر تعاود تولي منا. شوفوا خاوتي نزيد نعاودها لكم، شوفوا هما كيفاش يخلوا الدعوه نقيه، الالعاب تاع الذراري يخلوا كلش نقي، ما يخسروش ما يفسدوش، على بها بلادهم ديما تقعد نقيه. ها ندير لهم لوحه قد الدنيا يقعدوا فيها الناس، باسكو هادو خاوتي دوكا راهي شويه بروده،
بصح دوكا من اليوم لو بروميي مارس في لافين دو مارس كيبدا الربيع تشوفوا خاوتي يبداو يجوا الناس يبدا الدعوة تحمى والدنيا تطوال معناتها الدنيا معناتها لوجور يطوال شوف لاين اون بلاصة هنا وين يقعدوا تحب تدخل هنايا تقعد لهيه معناتها خاوتي موفرين لك قاع اسمع الزواوش اسمع موفرين لك قاع امور تاع الراحة باش ما تزعجش خوك صدقوني بالله هاو كرسي شوف تطلق روحك هنا بقاعدة ها تحب تتكسل هنا قاع وهذي كان البلاصة الزينة اللي نحبها ها تجي تضربها بقاعدة هنا يا هذيك سوي ذا شامخة لا مشي شامخة لا بس شوف خاطي شوف تجي تضربها بقاعدة هنايا واحد ما يديرونجيك واحد ما يقلقك تحس روحك هذوك المرفهين لي ملياردير هذوك خاوتي تلقاه شاري هكذا بلاصة قد هذي باش غير يتنعم فيها وحده حنا ها وكأننا شغل تاعي هذي الله يبارك لا الحمد لله اللهم لك الحمد المهم تحية قاع خاوتي راكم معايا زقلاوي مكي سلامكم السلام عمر تيباوي السلام اخي محمد واش راك لاباس الحمد لله لاباس تيجر بلان تحية ليك وبارك الله فيك صالح من عنابة تحية ليك خويا صالح وتحية الناس عنابة المهم كما دائما نقول لكم وين نكون انا مرتاح نجيب خاوتي يكونوا مرتاحين معايا ونحبكم ديما تشوفوا المناظر الشابين باسكو انا ثاني واحد الوقت كنت في الجزائر وكنت مازال ما جيتش لالمانيا مالغريتو ما كانش في هذاك الوقت هذه التكنولوجيا اللي تقدر تشوف واحد عايش في الله خلعتني ناتيني يا جدي ماك قلت لك في الوقت اللي كنت انا في الجزائر ما كانش هذه التكنولوجيا اللي تقدر تشوف واحد عايش في الانجليز ولا في الالمان ولا في اسبانيا ولا في الطليان ولا في الاسترالي يدير لايف وتشوفوا لايف وتشوفوا شاو يدير ولا يوري لك الاماكن الزينه بكري كنا نشوفوا لي دوكيمونتير ولا الشريط باللغه العربيه كنا نشوفوا اماكن شابين كيما هذو ونتمنى ونقولوا اه دوكا يجي نهار والحمد لله ربي يفرج وجينا اللهم لك الحمد لا فيريتي لو كان راه في الجزائر لو كان راه قرعوه هي هذه هي المشكل تاعنا حنايا مثلا خاوتي نقول لك واحد الحاجه ثاني هذاك النهار والله العظيم زعما ماشي تنمر ولا انا راني عربي ثاني زعما كاين نحكي على العربي انا راني عربي مانيش قاوري انا هذاك النهار كنت في واحد البلاصه فيها الحمام فيها بلاصه زينه الدعوه كالم كي نقول لك وليد القاوري عاقل ماشي زعما راني نمجد في وليد القاوري باسكو القور يعرفوا يربوا ولادهم خير من اللي نعرفوا نربوهم احنا حتى الله شاع 18 سنه يعرفوا يربوا خير منا ومن بعد في 18 سنه يطلقوهم هذه العيب تاعهم والعيب تاعهم هما يربوه واحد التربيه شويه حنايا ما تخرجش علينا هو يربوه شغل يحب روحه وما يربوهش على الدين حنا الحاجه اللي فينا مليحه نربوا ولادنا على الدين ومع ذلك انا كي نروح للجزائر نجي طالع للجامعه ما نلقى بزاف عباد قاعدين طرف الطريق ما يصليش وكبير والله اكبر 5 مرات في النهار وما يصلوش معناتها تسمى ماشي ما دخلش الدين زعما دوكا كاين بزاف اللي يقول لك اه حنايا نعرفوا نربوا خير من القور والله والو يا حبيبي اذا من جهه الدين تغلبني اذا تقول لي تربي ولادك على الدين صح بصح اذا تقول لي وليدي هكذا زعما باسكو قلت لك كنت في واحد البلاصه فيها الحمام فيها من بلاصه زينه الناس قاعده شوف ولاد القور كانوا القور كل واحد عنده وليده قدامه وليد القاوري ما يضربش الحمامه معلمو بابه باللي ما تضربش الحمامه خليها تلقاه هكذا يحب يمسها هكذا جاء واحد خونا الله يبارك ما نقولوش الجنسيه تاعو لكن عربي ابناء جلداتنا راني نقول لك خويا عنده 3 دراري غير ما وصلوا جاو يجروا مور الحمام يا الحمام قاع طار ومن بعد هذاك شو الحمام اللي تهبط يجروا موراه ومن بعد شو حابين ما على باليش انا صاحبي قلت له اليوم متوحشين كيما هكذا راك عايش في الالمان صاحبي كوبي كولي
اسرق المفاهيم. هيا نزيدو نمشيو بكم شويه. قلت لك المهم خويا العزيز، خطرات الله العظيم غير تولي تقول الحمد لله اللي ما كاش بزاف خاوتنا هنايا، وكان تروح لفرنسا حاجه واحده اخرى. في فرنسا راهي الجاليه تاعنا كبيره ثم، لكن في فرنسا الجاليه تاعنا خاوتي يسكنوا كاع كيف كيف، يسكنوهم كاع في حومات وحدهم، هذوك الحومات ولا غير ما تقدر تدخلهم. حنا ما على باليش على جايين هكذا هماجيين، انا هذه هي الحاجه اللي راهي محيرتني راك فاهم. بورتو انت راك عايش في هذا المجتمع، علاه ما تربيش وليدك تربيه زينه؟ نورمالمون انت تربي وليدك، نورمالمون العربي ولا المسلم اللي عايش في اوروبا نورمالمون وليده يكون هو المربي، يكون وليده مربي اكثر من القاوري واكثر من الخوه اللي في الجزائر. علاه؟ لانه هنايا تتوفر كاع امور تاع الراحه، الشعب مسالم، وزيد انت تربي وليدك على الدين معناتها وليدك يخرج ما شاء الله. ما على باليش عليه ولادهم هنايا قلت لك يخرجوا مش مربيين حاجه اللي ما يستاهلهاش الوحده الدرجه، ما تأمنش عقلك كاع. المهم الله يجيب الخير وربي يفتح ربي يفتح ابواب الخير على كل واحد فينا ان شاء الله. المهم هذه هي الحاجه اللي كانت في بالي، وهذه هي الحاجه اللي حبيت ندير على جالها لايف تاع كي قال له الاخر كشولاك وليت سمسار، وانا راني قلت لكم باللي لو كان تعطيني 100 مليون ما نشري حتى واحد طوموبيل، باسكو تشري له طوموبيل يسكن لك في المخيخه تاعك. والحاجه الدوزيام تاع التربيه تاع الذراري والنقاء، باسكو كاين بزاف. هذاك النهار درت فيديو على الحديقه اللي كنا فيها في اوفنبورغ، الناس كاع والله ما شاء الله ما شاء الله. بصح المشكل حنا كاع نقولوا ما شاء الله، بصح كي تولي لينا حنايا تلقانا حنايا ثاني نساهموا في التخسير تاع ديك البلاصه. يدي الماكله ياكل ويرمي وما يرفدش، ولادو يعيطوا يقول لك خليهم يديفوا لي. خويا قال لك حريتك تنتهي لما تلمس حريه الاخرين، راكي فاهمه راك فاهم. حريتك تنتهي لما تلمس حريه الاخرين، معناتها نتايا الحريه تاعك تخلص نهار انت تجي لبلاصه كيما هذه تلقى الكالم. الذراري صح يلعبوا يجروا الذراري ما يعيطوش، انا مش شفت الذراري هنا يعيطوا، هنا الذراري يلعب يبوجي يتحرك. حنا صاحبي كاين واحد البلاصه من الجهه اللي من هي ما نقدرش نروح ليها نصور ثما، خاطرش ثماك خاوتنا العرب الله يبارك. قلت لكم خاوتي ثما كاين خاوتنا العرب ولا خواتاتنا العربيات تماك بولادهم الاخرى عندها ثلاثه يجيبوهم ثم يطلقوهم. راني نقول لك وكانك ما على باليش انا الطفل تقول كان مربوط. الله يهديهم ويهدينا ويبعد علينا البلا والمصايب. حنا ماناش نضحكوا على الناس، حنا رانا نحوسوا كيفاش نمدوا كلمه زينه لعل وعسى كاين بزاف ناس راهي تتفرج في هذا اللايف. نقول من ذا المنبر ربوا ولادكم، باسكو الاكثريه تاع الناس ما راهش يربي وليده راه يدير له الرعايه، باسكو كاين اختلاف بين الرعايه وبين التربيه. الرعايه توكلوا تشربوا ترقدوا، هذه الرعايه يمكن قرايته ثاني توقف عليه هذه رعايه. التربيه حاجه واحده اخرى، التربيه تعلموا هذا يصلح هذا ما يصلحش. حتى كاين واحد الناس ما الدين تاعهم مش الاسلام، حنا ديننا الحنيف الاسلام معناتها يوري لك كلش. كاين عباد كيما اليابان كيما واحد الجناس الدين تاعهم كاع مختلف، بصح يربوا ولادهم على الاخلاق. انما الامم الاخلاق وما بقيت ان ذهبت اخلاقهم ذهب. هذه هي خاوتي، معناتها تسمى نتايا باش تربي وليدك لازم توري له هذه ايه هذه لا لا هذه يجوز هذا لا يجوز. ما تقدرش نتايا هو يعيط وانت تقول له تخليه، باسكو راه يزعج الجار، واذا راك برا راه يزعج الواحد اللي هي مثلا واحد كيما انا يا دوكا مثلا والله غير موالف تصرا لي خاوتي نجي هذا الوقت، ماشي هذا الوقت زعما قبله بواحد الساعه وشو تكون فيه فصل الصيف ولا يكون مازال
نجي نحب نستخلوه هنايا، هنايا باسكو هنايا خلوي، بلاصة هايلة، نحب نريح. تلقى خاوتك هنا العياط، جايبة ولادها وطالقتهم وهي شادة التليفون تهضر مع كاش بنادمة واحدة أخرى كيما هي تنشر في عباد الله ولا تنمم، وقاعدة مخلية ولادها ثلاثة أربعة مزربعين هنايا كاع مدودين، وهو يزعج فيك وأنت تخزر فيه تقول يا ربي أنا يا جيت هنا به الريح، هو راه يزعج فيك وهي فرحانة بولادها إذا راهي سامعة بهم. المهم هذا كلاش للأمهات اللي تحب تولي أم وهي مسكينة روحها ما تقدرش عليها. كاين بزاف نساء على كل حال، ولا بزاف بنات نورمالمون ما يتزوجوش، والله العظيم هو نورمالمون الزواج مليح يستر الروقع، بصح والله كاين واحد اللي مع التكنولوجيا مع الدنيا تبدلت معاه، والطلاق قوى ولا الطلاق مليار، على جال واش على جال هذو البنات هذا تلقاها في عمرها قريب 30 سنه ومازالها بهلوله، مازالها حبه بطاطا ما تعرفش طيبها وتحب تتزوج. ما فهمتش انا، تفرجوا افلام تاع الترك حسب انهم الزواج فواياج لتركيا وخدامه في الدار المهم هذه اللي كنت حاب نقولها. كاين بزاف لي سوجي اللي حاب نهضر فيهم، وشغل لازم واحد يريح لهم زين زين، راكم فاهمين خاوتي. المهم واش نقول لكم، وصلنا لافتاء الفيديو، هذه هي الحمد لله ضربنا بكم دوره زينه وما نشرنا شويه على كل عام ما نشرناش، مدينا نصائح ان شاء الله يكونوا الناس يستفادوا على كل حال. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ورانا سلام جام امد يسواوها تاع وجوههم لا فيريتي، واش راك يا راجل الزين رضا وافير الله يحفظك حبيبي، حنا ما نتاع والو لا فيريتي، والله حنا ما نتاع والو بصح والله غير انا حابين نكونوا حاجه، مثلا حابين مثلا الواحد يتمنى بلاده تكون زينه، ولاد بلاده يكونوا مربيين ولاباس والدنيا مدنيه والحياه حلوه. اخويا انا نحب بلادي ما نكذبش عليكم، انا ما نحبش الهامات، انا والله غير بلادي نبغيها. المهم الله يجيب الخير ان شاء الله، ربي يحفظنا ويحمينا، درنا دوره بكم. تيجر بلان، حنا مشتاقين لبلايص الملاح، بصح يا خويا تيجر صح حنا مشتاقين بلايص مليح، بصح منين يكون منين يديروا لنا غير بلاصه مليحه شويه يجيبوا خسار يخسرها، راكم فاهمين خاوتي، قلت لك يجيبوا خسار يخسرها. محمد يا عمار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه الطيبين الطاهرين اجمعين. ياسين بالفا السلام عليكم محمد، وعليكم السلام، واش راك محمد؟ لاباس الحمد لله خويا ياسين، انت لاباس؟ ان شاء الله تكون لاباس. رضوان لا ميزري سي سا لا ديفيرونس، السلام عليكم. جون احمد قميري، اسامه اسلامي السلام عليكم. زهير غازال السلام عليكم. السلام لازم حنا نترباو قبل لا فيريتي، هذه هي. هلال حبيب اللي مربي من عند ربي، اللي مربي مربي من عند ربي صح. رضا وفير كلام في الصواب، يعطيك الصحة الله يحفظك. علي امين سلام سلام. زاوي بولام صلى الله عليه وسلم الله يحفظك سي محمد، الله يعطيك الخير ان شاء الله. رفيق بن نفلة السلام عليكم. السلام رفيق بن نفلة السلام عليكم. السركوف تحية خويا رفيق وتحية لنا السركوف، وروح اقعد في بلاصتي هذيك الزينة هذيك، انايا راكم تعرفوا كاين واحد البلاصة زينة ثما نبغيها انايا في جنبر. ريمو حرادة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي واش نقول لكم، ربي يحميكم ويحفظكم ويعطيكم الخير. المهم منظر رائع جدا، ومكثر راه شباب ما حبيتش نكوبي، لكن هذا هو الوقت. تهلاو في رواحتكم وجمعة مباركة، وصلوا على رسول الله، ودعوا لنا معاكم خاوتي، وإن شاء الله ربي يسهل لنا أمورنا إن شاء الله. تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.